على بعد نحو 83 كيلومترا من عاصمة محافظة لحج تقع عجلة النويحة التابعة لمديرية القبيطة، المنطقة التي ظلت لسنوات تصارع من أجل البقاء، ولكن تضاريسها القاسية زادت من معاناة وحياة المواطنين هناك. أيضا تضاريسها صعبة جدا مثل هذه المنطقة، منطقة النويحة وتشابهها كثير من المناطق. ونحن نعيش في وضع صعب جدا، في وضع حرب، المديرية في وضع حرب وحالات غلاء، وأيضا صعوبة في كثير من الأمور وصعوبة الطرقات كما ترون. غياب الخدمات كان ولا يزال أبرز تلك التحديات التي تفاقم من الحالة المعيشية الصعبة، كحال هذه الطريق الغير معبدة والتي يعتمد عليها الناس، والرابطة بين المنطقة والمحيط الخارجي، وهي واحدة من مئات القصص لمعاناة السكان هنا. صعوبة الوصول للمرفق الصحي بسبب الطريق والبعد، بعض المناطق بعيدة عن المرفق الصحي، تحتاج لساعة تمشي، وبعضها تحتاج مواصلات، والناس يعني فقراء، حال المادية ما تسمحش. وفي حالة مثلا لو احتجنا نحولها تحويل ما تقدرش تروح بسبب وعورة الطريق والبعد وغلاء الإيجار، الإيجار يعني مرتفع باهظ. هذه السيارة بالكاد تكابد من أجل الوصول إلى عزلة النويحة، فيما لا يجد الناس سوى الاستهجان للتعبير عن معاناتهم بسبب وعورة الطريق. موسم الأمطار تلحق أضرارا بالغة بالطريق أيضا، وتتركها عرضة للإهمال من قبل السلطات، وهو ما يضاعف من شكاوي المواطنين في مشقة التنقل ووصول المساعدات وارتفاع تكاليف المواصلات. الطريق صعبة جدا لأن السيول قرفتها، أصبحت يعني من المستحيل وصول أي مساعدات أو كذا لداخل المنطقة، حتى المنظمات لما تجي للمنطقة تهرب، يقول لك إن الطريق إيش صعب طلوعه. أكثر من 13,000 نسمة يصارعون من أجل البقاء بينما يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة في ظل تردي الخدمات ونقص الإمكانيات. ليبقى إصلاح هذا الطريق حلما يراود أبناء عزلة النويحة، على أمل أن تسرع السلطات المحلية في إيجاد حلول سريعة لمعاناتهم اليومية. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.